جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، فيما لو اتخذت العمود او الجدار ستره او السرير مثلا شيخ صالح، هل يجزئ ذلك؟ هذا من باب اولى، اذا كانت الستره التي بقدر مؤخره الرحل تكفي. نعم. فالان يكفي العمود والجدار وقائمه السرير ونحو ذلك من باب اولى. جزاكم الله خيرا. نعم. واحسن اليكم.